السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا لابتوب اتش بي طافي نهائيا طبعا. اول حاجة بنجيب الشاحن حقه عشان نقرب. اول حاجة هنجيب الشاحن نتأكد انه الشاحن حقه شغال. الشاحن حقه تمام. الان بنجربه نشوفه لسه تمام ولا في مشكلة. واضح انه الجهاز ما يرصش نهائيا، حتى هنا السراج ده اللي هنا ما يرصش. نفحص الشاحن عشان نتأكد هل الكود موجود ولا لا. بعد ما جربنا الجهاز برضه الكود موجود. طيب اول حاجة بنقوم بفتح الجهاز. ايش بده قريب ولا ايش راح يعمل سريع؟ لا مسكين ما هو شغل الساعة 10 بالليل. الحمد طفى عليه ودائما يندس قال له ما يصير باور. قد فتحه؟ صح قد افتح ليش مفتوح؟ هذا اللابتوب الاتش بي اللي طافي نهائيا بعد ما فصلنا حق البوردة. تمام. اول حاجة بنشوفك الجهد هنا، بنشوف موجود التيار ولا لا. تمام. بنبدأ هنا ب19 على الدرين هذا. بنلاحظ 19 موجودة على الدرين، لكن على السورس نشوف الجهد صفر صفر. وهنا على الجيت جود ضعيف جدا. اذا مثلا بنشوف الجود، اذا واضح انه في شورت بالبورد. بنشوف الان الجود هنا على المفتاح. تمام. اللي هي 3 فولت هل هي موجوده ولا لا؟
عاد شوفوا الجهد، شوفوا الجهد يعني تغير مرة 0.4، مرة 0.5، مرة واضح انه في شرب بالبوردة. نفصل الشاحن، نغير الجهاز على وضعيات الدايود تمام عشان نبعث عن الشورت. تمام شوفوا والله انه هذي كباسترات على شورت، شوفوا وهنا ايضا كباسترات على شورت، وهنا على شورت. بهذه الطريقة لا يمكن تظهر اي جهود، حتى الاعضاء الجهود ال اذا ما ظهرش الجهد على ثلاثة الاقطاب، واحد من هذه الاقطاب حق السورس، معناته انه البورد ما بيتوصلش الى داخل البوردة. شوفوا هنا الجهد موجود هنا على الدرين، لكن على السورس مش موجود اي جهد. شوفوا بالتالي الجهود اللي هنا اللي هي لازمة تشغل البوردة ما بتظهرش نهائيا، يعني في شورت. تمام اول كباسترات طبعا بنبدا بهم هذول وهذول. تمام شوفوا هنا اثنين كباسترات هنا وهذول، اول شيء بنبدا بهم. الآن بعد ما بعدنا هذول اثنين كباسترات اللي هنا، بنشوف الجهد موجود ولا لا، بنشوف الشرط. كل ما بعد اثنين كباسترات من الموقع لازم نتأكد انه الشرط موجود ولا لا. هذا الكباسترة دول الاثنين كانوا يورو شورت اول، تمام، لكن الان هناك هو الشورت انتهى، ما في شيء شورت، هذا كان هو اللي يورو شورت، كانوا شغالين. طيب اذا قربنا الكباسترات اللي فصلناهم هذول، لاحظوا انه في بوم شورت. طيب وعادة الشورت بيكون بواحد منهم، تمام. بقى نفصل نفصلهم عن بعض، سقطوا بنجيب طبعا كباستر بدلهم، بدل الاثنين هذا واحد منهم، اعتقد هذا في بوش مشكلة، ومنهم كانوا اثنين، برجع هذا لمكانه.
الآن رجعنا واحد منهم بل أتأكد إذا في شارت مستمر هنا ولا لا. لاحظوا الأنوار الكباستر هذا اللي ركبناه على إذا قصنا حق الطرفين ما يوريش أي شرط تمام. وهنا هذا برضه ما يوريش أي شرط. طيب هذا اللي هنا هذا هو كان يوري شرط برضه الآن ما يوريش يعني تقريبا الوضع أفضل من الأول. أبغى أخلي المقياس الآن على 200 فولت بنركب الشاحن بنشوف هل أتحسن الوضع ولا لا. نشوف أول شيء الجهد وراء الدرين اللي هو موجود 19. الآن شوفوا السورس ظهر على الجهد، كان أول الجهد صفر على السورس وهنا برضو ظهر تمام. وعلى الجهد الأخير برضو موجود الجهد. طيب نشوف الجهد هنا كان أول الجهد هنا أول كانت صفر. بنشوف على الملف هذا شوفوا لاحظوا في جهد وهذا شوفوا شوفوا هنا الكباستر ده اللي كان مشرد على ظهر الجهد ظهر على شوف ظهرت 19 على الكباستر كان مشرد اول. طيب بنشوف هل موجود 3 فولت ولا لا. معانا هنا المفتاح بنشوف كم الجهد على المفتاح. لاحظوا انه ظهر الجهد على المفتاح. شوف جهد على المفتاح يبين انه 2 فولت اللي هو 2 الكسور. شوف ظهرت 3 فولت هنا على المفتاح الحين ان شاء الله القياس بيوصل. ممكن نتأكد قبل ما نشغل بهذه الطريقة. نربط الفرونت بانل هذا الأمامي هذا البنال. هنا بنجيب الشاحن بنركب نشوف هل بيشتغل. شوفوا العظم ما بصار
يعني الجهاز العام بيشتغل ان شاء الله، بنطبق وبنجرب. الان هذا الجهاز حقنا الاتش بي اللي كانت حق البورده طافيه نهائيا، بعد ما طبقنا البورده والرام بنجرب الان. انا عملت تيست بنشوف كيف هل بيشتغل ولا ان شاء الله بشكل طبيعي. بسم الله. لاحظوا الجهاز اشتغل الحمد لله بطريقة جيدة جدا، وخلاص باقي بس نطبق الهارد وندخل على الويندوز. وإلى اللقاء في حلقة قادمة. مع السلامة.